السلام عليكم حليلوتين، اختار عليكم قريشلات او قرص بالبطاطس يجيو قطنيين. قبل ذلك ما تنسوش تضغطوا على الجرس الموجود بجانب كلمه اشتراك اسفل الفيديو باش توصلوا بجديدين. نحتاج 2 بطاطس كبيره او 3 بطاطس متوسطه مفوره او مسلوقه وممعوكه بالشوكه. نحتاج ملح، ملعقه كبيره من خميره الخبز او تبقى على حسب الجو، كاس من الزيت النباتي، كاس من السكر الابيض، نصف كاس من الزبده المذابه، زيست او بشر الحامض تبقى على حسب الذوق. يمكن لنا نستعملو حبه حلاوه والنافع، بيضه، 3 ملاعق كبيره من الحليب المجفف، والدقيق الابيض تبقى على حسب الخليط. مبدئيا نضيف الزبده المذابه على البطاطس، ثم نضيف السكر الابيض، نضيف الزيت، نضيف الحليب المجفف، بشر الحامض، ويمكن السيدة تستبدله ببشر البرتقال. نضيف ملعقة كبيرة من خميرة الخبز او كتبقى الخميره كيف ما قلت على حسب الجو، يمكن تضعف اذا كان الجو بارد او تقلل اذا كان الجو ساخن. قليل من الملح، ونعملوا الملح دائما بعيد عن الخميره لانه تيعجز التفاعل ديالها. نضيف البيضه، البيضه من الاحسن تكون من الحجم الكبير، نقوم بعجن هذه المكونات مع بعضها حتى تنسجم. حتى كنحصلوا على قوام بهذا الشكل نضيف الدقيق الابيض بالتدريج وحنا كنعجنوا. بالنسبه للسيده اللي ما توفرات لهاش العجنه الكهربائيه، يمكن تجمع هذه المكونات يدويا وتبقى تضيف الدقيق كذلك بالتدريج حتى تحصل على عجينه تكون متجانسه ومتماسكه، لكن ضروري انها تكون رخوه. نغطيو على العجين تيكون القوام ديالها بهذا الشكل، نغطيو عليها بلانج مطبخي ونخليوها حتى يتضاعف الحجم ديالها وتختمر للمره الاولى. بعد ذلك تنلاحظوا ان العجينه انتفخت بهذا الشكل. بالنسبه لخليط الدهن اختاريت اني ندهنهم ببيضه، صلصة السوجة والقليل من الخل الأبيض. يمكن السيدة تستعمل صفار البيض مع قهوة سريعة الذوبان. خليط دهن وجه القرص يبقى على حسب الذوق، نزينه بالزنجلان أو السمسم. بالنسبة للنصف الأول سأقوم بحشيه بواسطة الشوكولا، والجزء الثاني سأقوم بحشيه بواسطة الجبن المربعات. نقوم بخلط البيض مع السوجة والخل حتى نحصل على خليط متجانس. نحاولوا نديكازيو العجين او نطلعوا منها الهواء. نقوم باخذ جزء من العجين ونحاول بسطه بهذا الشكل. نضع وسطه جبن مربعات ونحاول غلق الجوانب بهذه الطريقه، ثم نعاود تكويره لكي ياخذ شكل بريوش او الكروس او القريشلات، كتختلف التسميه على حسب الاشخاص. وندعوهم في بلاك مدهون ويدخل للفرن. بالنسبه للعجينه الثانيه غادي نقوم بحشي ديالها بواسطه الشوكولا. نوعيه الشوكولا تتبقى على حسب الرغبه، كذلك يمكن السيدات هاد القريشلات او القرص يعملوهم فارغين، يعني يكفي انهم يكوروهم ويضعوهم في البلاك بدون ما يحشيوهم، تيجيو رطب ومقطنين وغزلان. ناخذ جزء اخر من العجينه ونقوم ببسط ديالها بنفس الطريقه، ثم نضع قطعه من الشوكولا وسط العجينه ونجمع الجوانب ونعيد تكويرها.
ونوضعوها في بلا كيدخل الفرن، نبقاو هكذا حتى نكملو كامل كميه العجين اللي متوفره لينا. ثم بعد ذلك نقوم بدهن الوجه ديالهم بواسطه خليط البيض والسوجة والخل، ثم نقوم بتزيين الوجه بواسطه سمسم او زنجلان. يمكن السيده بالنسبه للقرص او القراش اللي عمرات بالحشوه المالحه اللي متكونه من جبن انها تزينهم بواسطه البافو او السانوج او بودور الكتان، واللي عمراتهم بحشوه حلوه اللي هي الشوكولا يمكن لها تحتفظ انها تزينهم غير بالزنجلان هكا باش يسهل عليها الديستانغي ما بين القريصات المالحين والحلوين. تندخلوهم الفرن يكون مسخن من قبل على درجة 180، وملي تينجو تنقدموهم سخنين او دافين، تيجيو رائعين جدا، سهلين في التحضير، مقطنين وصحيين. كنتمنى يروقوا اعجابكم. ما تنساوش حبيبتي تشتركوا في القناة وتضغطوا على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو، أبوني سبسكرايب اشتراك والجرس الموجود بجانبي باش توصلوا بجديدي يوميا. اي سؤال اي استفسار او اي اقتراح بخصوص وصفه اليوم او وصفات اخرى تدعوا لي اسفل الفيديو وان شاء الله نجاوب عليها. شكرا حبيبتي للمشاهده.